مساء الخير أعزائنا المشاهدين، أرحب بكم في عين الحدث. الليلة نناقش لقاء هام لجلالة الملك مع مجموعة من شباب الأردن بالجامعة الأردنية. تناول به جلالة الملك بعض من قضايا الوطن الأساسية، وطرح على الشباب بعض الأسئلة، وطرح على جلالة الملك أسئلة أخرى من الشباب. هذا اللقاء بطبيعته لم يأتي بجديد اليوم، حيث أن جلالة الملك يقوم بهذا اللقاء يومياً وأسبوعيا وكل شهر، وهناك لقاءات جديدة مع جلالة الملك. فجلالة الملك هناك يعني كسر الحواجز بينه وبين شباب الوطن من خلال هذه اللقاءات. ولكن ما هو جديد بهذا اللقاء هو طرح جلالة الملك لبعض القضايا الأساسية والمفصلية والمحورية. كان من أهمها أنه قال أن هناك مشاكل حول النواب ومشاكل حول الوزراء، وطلب من الشباب الأردني أن يتخذ إجراء بحق النواب والوزراء اللي ما بيشتغلوا ولا يعني بيقدموا نموذج جديد للأردن. إذن جلالة الملك الآن يقدم لنا نموذجا مختلفا عن الحوار مع الحكومات. طرح قضية العشائرية وقال أن هناك أحيانا العشائرية تصطدم مع سيادة القانون. قال أيضا أن الحكومات تصطدم مع الشعب بأنها لا تحافظ على مستوى المعيشة الجيد. هناك قضايا كثيرة طرحها جلالة الملك، ولكن دعونا نسأل ضيوفنا الكرام حول هذه القضايا وكيف كان اللقاء. ضيوفنا الكرام كانوا بحضرة جلالة الملك ومعه في اللقاء وطرحوا عليه أسئلة، وسيحدثونا أكثر عن هذا الموضوع الليلة. دكتور وليد أبو دلبوح، أهلا وسهلا. أهلا، نرحب فيك. أنت رئيس قسم العلاقات الدولية أو الدراسات الإقليمية في أهلا وسهلا الأمير حسين للدراسات الدولية الجامعة الأردنية. أهلا وسهلا بك، أنت يعني ضيفنا دائما ومنرحب فيك. نتشرف. والصوت العالي، الصوت الجهور. الله يسلمك يا رب. أيضا منرحب في الأخ عماد الجرعان، أهلا وسهلا أخي عماد. أنت محامي وأيضا الآن أنت في طالب في الجامعة الأردنية. الجامعة الأردنية ماجستير فض نزاعات. أهلا وسهلا فيك. والأخت إيفا حداد، أنت أيضا طالبة دكتوراه ومدرسة في الجامعة الألمانية. أهلا وسهلا بكم جميعا، نرحب بكم. أيضا اسمحوا لي أعزائي المشاهدين أن أدعوكم أن تشاركوا معنا من خلال الفيسبوك الأردني اليوم بملاحظاتكم وأي اقتراحات، وأعدكم أن أقرأها على الهواء وأشاركها معكم ومع ضيوفنا الكرام. لقاء جلالة الملك تعودنا عليه، يعني جلالة الملك كسر هذا الحاجز من فترة طويلة. صح. ما رأيكم؟ ما هو الشيء الجديد في هذا اللقاء الأمس؟ يعني لماذا اللقاء أمس كان لقاء جوهريا مختلفا بطبيعته بطرحه؟ ما هي المفاصل الأساسية اللي قدمها جلالة الملك الجديدة في طرحه برأيك أخي وليد؟ أوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لكم، شكرا لقناتكم الغراء اللي دائما مع الصوت الحق واللي دائما تتميز عن كثير من القنوات، وشكرا لك أخي العزيز دكتورنا رائد بيك. شوف، أنا بحكي أنه الزيارة لها أكثر من معنى. نعم. أول شيء على المستوى الشخصي كقائد عربي، نادرا أو أنا بصراحة أي متتبع لا يرى أنه هناك رئيس دولة أنه يجي على جامعة على كلية معينة يقعد مع الشباب ويحاورهم ويدردش معهم ويفضفض معه ويشاركهم الآراء. فمبارح ما كان خطاب ذات اتجاه واحد، كان ذات اتجاهين. فهو كان جلالة الملك الله يطول بعمره كان يسمع من الشباب ويحاورهم ويدردش معهم وبرضه يستقبل مبادراتهم. فهاي شيء جديد، يعني انت حتى فيك اكثر من موقع، اذا بتلاحظ كمان على الفيديو اللي خرج انه جلالة الملك في اكثر من مناسبه لما يكون طالب او طالبه تقدمت بمبادره فعلا متعوب عليها كان يوجه المسؤولين اللي حواليه انهم يتلقفوها. بس كم من هالنقطه، يعني انا اليوم كان حتى في كم من طالب بيحكوا معي من الديوان تواصل معهم انه راح يتبنوا المبادرات تبعتهم. الشغله الثانيه اللي انا بشوفها انه هذا اجتهاد قد اكون انا مخطئ فيه، انه جلاله الملك مزبوط كان يعمل جهد عبر سنوات من اجل التغيير، لكن انا اتبعت الفيديو واحنا كنا موجودين كمان عن قرب قد ما حكى كلمه الجيل الجديد وكلمه الشباب والتغيير
وحكى لازم انتم تساعدوني، لازم انتم تساعدوني. وهي على فكره خرجت في اكثر من مره، كانه فعلا سيدنا ما في شك الجيل الحالي متعوب عليه، لكن سيدنا الامل تبعه يكون في جيل والشباب القادم، كانه محور جلاله الملك في حديثه هو الاردن، الشباب، الامل. انا شفتها الامل منصب على هذا الجيل. واضح جدا انه هناك تركيز على قطاع الشباب الان، لكن اردت ان والتغيير. اردت ان اسال انا في بعض القضايا هيك اللطيفه اللي تتعلق دائما بسيدنا وطبيعه لقاءاته مع الناس. سؤالي التالي، يعني انا ما شفت شباب قاعدين جنب سيدنا مباشره، اللي قاعد جنب سيدنا بعض المسؤولين من الديوان الملكي او من الحكومه بشكل عام. لا ما كانش الناس من الحكومه، كان قاعد. انا اقول لك لا، اعطيني بس اعطي مشان ساعدني. بالعكس، هو الفيديو كان موجود. تفضل. بالعكس، هي كان اقول لك مين كان قاعد على يمين جلالته. اول شيء رؤساء الجامعات غير موجودين، العمداء غير موجودين، الاساتذه طيب. غير موجودين. هاي الفيديو ماشي، اللي كان موجود جنبه مين؟ من ناحيه شرفيه رئيس الجامعه والعميد الكليه. بس اذا بتاخذ الكاميرا كمان كلها طلاب وكلها طيب شباب. معالي دوله فايز الطلاب، هلا ماشي، هذا الفريق طبعا سيدنا لازم يكون معه فريقه. بس انت تتكلم انه لا يوجد لا وزراء، شايف هاي كلها شباب. طب اسالك سؤال واساله لعماد. هل كنت تعتقد انه لو كان سيدنا لوحده موجود معاكم كشباب، هل كان سيغير الحوار وطريقه الحوار؟ شوف صراحه بالنسبه لي انا لا، لانه يعني اسلوب الحوار واسلوب اداره جلاله الملك للحوار كان مختلف. يعني بداية من حتى أسلوبه المرح في التقديم، البداية وضوحه بأنه إيش الأشياء اللي هو حاب يسمعها منا من البداية كانت واضحة. يعني حتى باسلوب الدعاء بتبعه. كيف يعني؟ كيف يعني مثلا توجهه بالحوار، انه مثلا الوقت اللي اصلا اللي كان مخصص كان مثلا مش كثير، هو حكى حس انه لسه في شباب بدها تحكي، قال معلش بدنا نسمع الشاب، وبدنا نسمع الشاب. كان رافع ايده، ما كانش رافع ايده، بدنا نسمعهم مثلا. طيب هيك نسال سؤال اعلامي، هل سيدنا تحدث اكثر ام استمع اكثر؟ بصراحه كان متوازن الحوار. هيك نسال يعني سؤال يعني اعلامي، يعني اعلامي حر. شوف يعني في فرق، في مثلا اذا كان متوجه له سؤال بهدف انه احنا حابين نعرف ايش وجهه نظره في موضوع معين، كان كان يحكي معنا فيه، بس بنفس الوقت كان يحكي لا كمل، او كمل فكرتك كامله، احكي لي انت ايش. هل كان احد يتدخل بالحوار بينك وبين سيدنا؟ لا بصراحه كان مباشر. كان اداره الحوار بشكل عام هسه في مدير للحوار، ولكن انه إيفا استمعي لحضر اجابتك. ناخذ الفيديو التالي ونعود الى الان، ابقوا معنا. بدنا نمشي للامام بالنسبه للاصلاح السياسي، وحكينا من كم سنه، وانا قدمت اكثر من ورقه. اليوم عندنا كتل، وعدد كبير للاسف من الكتل، من ما بدينا بتعديل الدستور هسه نحن باول 4 سنوات ما قدرنا نشوف تشكيل احزاب. اليوم في كم حزب او كتله، بس مش على مستوى الاحزاب اللي نحن بنتمنى، لانه اذا نحن بنمشي كمان 3 سنوات وما في احزاب اللي بيمثلوا البلد، وبدناش انه يمثلوا الشمال الوسط الجنوب لحالهم، او غرب او شرق، او مسيحي او مسلم، بدنا احزاب اللي بتمثل البلد على كل القضايا الاقتصاديه، التعليم، الضرائب، الصحه، هذول اللي نحن بدنا برامج. نعود اليكم اعزائي المشاهدين ونتابع الحديث مع ضيوفنا ومعكم ايضا من خلال الفيسبوك. اشكركم اسماعيل الهوادي، سمير الحجازي، اسف اذا الانجليزي مش عم بيساعدني اطلع الاسماء العربيه، اكتبوا لنا اسماءكم بالعربيه لو سمحتوا. سأشارك بعض النقاط مع الضيوف الكرام. الكل بيسلم عليكم وبيقول اللقاء مع سيدنا كان رائع جدا. ونعود إلى إيفا. إيفا، ما رأيك بهذا اللقاء؟ كيف كان يعني خصوصية هذا اللقاء؟ هل تعتقد أنه كان فعلا لقاء يعني سيؤدي إلى نتيجة حتمية، أم أنه كان لقاء يعني كان لقاء مصب على الهايلايتس، يعني على الخطوط العريضة أو أهم النقاط برأيك؟ في البداية بتمنى أنه يكون لقاء يوصلنا للنتائج كلها اللي احنا تناقشنا فيها، المبادرات اللي طرحناها. لكن في البداية المهم كان وجود سيدنا وإصغاؤه
قبل شوي كنا عم نحكي عن إذا هو سمع، هو مستمع رائع جدا. برافو. بيستمع لآخر كلمة، كان فعلا يعني يركز مع كل طالب متحدث ويتأكد إنه جاوبه أو وصل له الإجابة اللي هو منتظرها منه. نعم. طيب إحنا يعني طبيعة الحوار اللي دار ما بيننا وبين يعني بينكم وبين سيدنا كان حوارا مثقل بهموم الوطن، وكنا حابين إنه إحنا نعطي هيك ما خلف الكواليس، بعض من مجريات الأحداث خلف الكواليس. ولكن برأيك ما هي النقاط المحورية اللي قدمها جلالة الملك في هذا اللقاء؟ شوف، أول شيء جلالة الملك عمل مقدمة صغيرة ومشان يعطي فرصة للطلاب، وفعلا تكلم عن الشأن الإقليمي وركز عليه كثير، وبعدين تكلم عن الوضع شوي الشأن الداخلي. ومن الطبيعي أن يكون الشأن الداخلي مرتبط بالشأن الإقليمي، المتغيرات اللي عم بتصير، شوية عتب على بعض الدول، الوضع اللي بيصير بالقدس، المتغيرات السريعة. بالنهاية هناك تحديات حقيقية تواجه الأردن واللي بتأثر على الوضع الداخلي. وبالتالي احنا كمان نقدر نشوف انه رسالة انه الاعتماد على الذات هاي اصبحت حقيقة، كنا دائما نتكلمها بالسنوات الماضية، هلا هاي اصبحت مش انه شغلة رفاهية، هاي اصبحت امر واقع بحسب المنظور والمعطيات اللي عم نشوفها. انه حان الوقت الان بعدين نعتمد على نفسنا. السياسة اصلا بطلت جدا متخبية في ظل العولمة وفي ظل الانفتاح الإعلام وغيره، فالناس عم تقرأ وبتشوف كل شيء. الآن الأردن بتمر حسب ما من اللي بنعرفه، مثلا المساعدات إلى حد ما مش إنه موضوع جديد تفضل فيه جلالة الملك، كلنا بنعرف فيما يتعلق بالدول المحيطة وعلاقتها معنا، التحالفات أصبحت صعبة جدا. هلا هناك من يحاول عدم المؤاخذة يبتز موقف الأردن من ناحية مادية مشان قيمه وثوابته، وجلالة الملك ما تعلق مثلا في القدس وبعض الثوابت قال حتى لو بعطونا كل ملايين الدنيا احنا بنضلنا ثابتين عليها. الان شو اللي عم بيصير؟ جلالة الملك يستنهض التنمية. انا قرأته قد اكون انا مخطئ، ان الجيل الحالي الى حد ما لم يربي رغبات الملك، وهو ينظر الى الشباب يقول لهم ساعدوني. يعني انا بتذكر بكلمة منقول كل مرة إلى حد ما لما نجي مثلا إلا مسؤولين أو غيره ودنيا، فمنحاول إنه نجيب هالناس والعالم ودنيا، بعدين ببلش بمواضيع الإصلاح بس كان من هالنقطة، وبعدين بيقول لك والله عند قريب بوقف بضرب بريك. يا أخوان، وهون عنصر المهم كان يتكلم إنه الثقافة والمنتاليتي العقلية لازم نشتغل عليها حتى إلى حد ما ما تكون للقبلية والعشائرية تأثيرها السلبي، فالتأثير السلبي من وراء العشائرية قد يكون لها تأثير إيجابي. لماذا لا نستثمر العشائرية والقبلية في الدور الإيجابي؟ وللأسف نحن اليوم نوظفها في الدور السلبي. فجلالة الملك في أكثر من مرة حكى كلمة جيل جديد، الجيل الحالي، الشباب الشباب الشباب، وقال هاي كلمة كثير مهمة، إنه أنا ما بقدر إني أساعدكم إذا أنتم ما ساعدتوني. خلوا صوتكم عالي، هاي الكلمة كمان رددها وأنا هون مكتب الصوت. نعم، خلوا صوتكم عالي. وهي الديوان طبعا هلأ الآن راح يكون في مكتب وغير هيك شكاويكم ومبادراتكم ودنيا. كأنه أنا ممكن أوصل لهالنتيجة أن الملك والشعب في خندق واحد، والمسؤول والحكومة هم في خندق آخر تحت المحاسبة، لكن الملك نفسه لا يستطيع أن يعمل هاي المهام الصعاب. المشكلة العقلية والثقافة هي مشكلة كبيرة لا يستطيع جلالة الملك أن يحلها من غير ما الشعب يوقف معه، وكأنه أطلق له العنان بقول له اعمل وأنا وراكم وأنا بدعمكم. وخاصة لما تكلم عن الكتل والتكتلات الشبابية لازم يكون هناك في انسجام، وهي شغلة كتير مهمة، أنه قد يكون هناك بعض التكتلات الشبابية أن تكون منسجمة أحسن من حزب كبير مفرق ومبعثر، يعني تتكلم عن اليمين واليسار. طيب. فأنا اللي بحكي أنه جايين إحنا مرحلة حساسة جدا،
مرحلة الاعتماد بالنفس. أنا يقدر اللي لم نمر في مرحلة من التحديات الاقتصادية الحقيقية واللي كلنا بنعرفها ما في شيء مخبى، وبالتالي بدها وقفة حقيقية يتطلب منا الوقوف والاعتماد على الذات. تمام. لكن تمام. بمنظور مش بس بكلام، يجب أن يكون هناك منظور بعيد تبدأ بتغيير منظور العقلية والثقافة تبعتنا حتى أنه نستطيع أنه طيب. إيفا، برأيك أنه جلالة الملك كان واضح زي ما حكى أخي وليد، كان واضح تطلعه نحو الشباب، جلالة الملك يرغب بمشاركة حقيقية للشباب في صناعة الدولة، دولة العصرية، دولة الأردن بالمستقبل، هل تعتقدوا أن الأجواء متاحة لكم الآن، الجو السياسي العام متاح لمشاركتكم في البرلمان، في الحكومة، في قطاعات الدولة المختلفة، هل تعتقدي أن هناك إمكانية مشاركة حقيقية لقطاعات الشباب التي يرغب بها جلالة الملك؟ أعتقد أنه نحن نخلق الإمكانية ونحن نخلق الظروف. نعم. لو في نية أنه الشباب يسعوا في هذا المسار ممكن يوصلوا للي بدهم إياه، لأنه قانونيا دستوريا كل شيء متوفر. الإرادة طبعا ما في شك، فهو هذا. طب وين إمكانية مساهمة الشباب؟ يعني جلالة الملك يطالب الشباب بالمساهمة، أين إمكانية مساهمة الشباب في صناعة الدولة الأردنية؟ هلا أنا بالنسبة إلي ما بعرف هسا، بس أنت اطلع على أكثر من إشي من اللي قال جلالة الملك في اللقاء، وبرضه اطلع على مجرد وجودنا هون اليوم بعد يومين من لقاء أو من يوم من لقاء جلالة الملك. طبعاً هو إنجاز بحد ذاته. نعم. إنه إحنا يعني ببداية الطريق إنه خلوا الشباب يبلشوا يدخلوا في هذا المجال على الأقل. هو حكى إنه هو مش إشي ببلش آني، يعني مش هو إشي إحنا خلص قررنا اليوم إنه الشباب يفوت في هذا في المعترك السياسي أو يفوت في هذا المجال، إنه راح يبلش فيه مباشرة. في فترات لازم تكون للتجهيز. في مثال حكاه جلالة الملك في اللقاء لما كان يحكي عن كلمة اللي حكاها حتى في لقاءاته برا. الفكرة منها إنه أي نعم هلا إحنا في الدولة الأردنية تمثيل الشباب في سواء زي ما حضرتك حكيت في مجلس النواب أو سواء في رئاسة الوزراء، إحنا عندنا رؤساء وزراء عمرهم بالثلاثين وبالخمسة وثلاثين وبالأربعين، في مجال إنه الشباب يشارك والمجال اللي معطى للشباب هسا ممكن مع الوقت يعني يزيد، بس المهم إنه ينزرع جواتنا برضو إنه الرغبة إنه إحنا نفوت في هذا المعترك أو إنه نفوت أصلاً نشارك. يعني نسبة مشاركة الشباب مش هالنسبة. طيب كبيرة. أنت ما جاوبتني على سؤالي، كيف ممكن الشباب يساهموا في أو يستثمروا أنفسهم في تنمية الوطن وتعزيز قطاعات الوطن؟ إذا كان جلالة الملك ركز على العشائرية وقال إنه عندنا مشكلة بالعشائرية، قال عندنا مشكلة بالحكومة، قال عندنا مشكلة بالمجلس المسؤول بشكل عام، كيف تجد ذلك إيبا؟ نحن برضو تناقشنا بهذا الموضوع امبارح وتوصلنا في نهاية اللقاء إنه الطريقة الوحيدة للتغيير هي تغيير المنطق والعقلية. نعم. طول ما نحن شبابنا لسه ما عم بيقدروا ياخذوا قرارهم بايدهم، متاثرين ب خلينا نقول العادات والتقاليد الفكري. نعم. اللي ليس من الضروري انها تتناسب مع الوقت الحالي. نحن هلا الحياه السياسيه مفتوحه للكل، اللي ممكن يصعب هذا الإشي هو طريقة تفكيري، إنه أنا في أشياء كتير بتمنعني من إني أوصل. وجلالة سيدنا ذكر فكرة الأحزاب مثلاً، إنه هلا الشباب بيخافوا من فكرة حزب، بس هذا الحكي كان زمان. هلا لازم نقدم الحزب بفكرة أو بطريقة أكثر إيجابية. أنا ممكن أعقب. طيب شغلي هذا. طيب أنا بدنا نأخذ فيديو قصير الآن نشاهد سوين هذا الفيديو إذا سمح لنا المخرج، تفضل. عدد النواب لازم يكون أقل، لأنه النواب المستقبل اللي نحن بدنا النواب يكونوا للوطن مش لجماعتي أو منطقتي. هسا لما تحكي للنواب، طيب معناته بجوز المرحلة الجاية بدنا ننزل من 130 ل 80 حتى يكون منطقي أكثر. هل النواب راح يدعمونا؟ لأنه إذا بننزل ل 80 معناته في كثير منهم راح يروحوا. إذن جلالة الملك يعني يحضر للمستقبل، جلالة الملك يحضر للأردن المختلف.
الآن يدعو إلى تقليص عدد النواب. شو رأيك أخي وليد؟ ما في شك، بس في نقطة أنا بس استرسالا قبل ما أحكي إلا فيما يتعلق بالشباب ودنيا. طبعا لا 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 لا. أنا حسيت في شغلة كتير مهمة برضو، يجب أن نكون واقعيين حتى تثمر هاي كل هذه الرؤى والمبادرات. الحكومة إلى حد ما هناك فجوة بين رؤى جلالة الملك والسياسات الحكومية، يجب نعم. يعني الحكومة جدا إلى حد ما متخوفة من دور الشباب. الحكومة تضع الشباب فقط، يعني تضع لها المؤتمرات ولا تشارك الشباب. معظم المؤتمرات الشباب قاعدين وراء. يعني أنا بدي ما هو السبب الرئيس بهذا الموضوع؟ الحكومة عقليته هاي هي إنه بعدهم ينظروا إلى الشباب بنظرة هل هي أخرى. هل يعني هي نظرة عدم ثقة بالشباب؟ هي هم هم هي النظرة أو شيء إنه خوفا منهم. إنه أنا خوف منهم. التخوف من الشباب مبالغ فيه، يعني لدرجة إنه المنطقة الحكومية والاستراتيجية الحكومية والتعاملات الحكومية تختلف كثيرا عن رؤى جلالة الملك. أصلا الأوراق النقاشية وينها وين الحكومة عنها؟ أنا شايف حتى بعض مؤسسات المجتمع المدني تتفاعل أكثر مع الأوراق النقاشية من الحكومة. بالتالي إحنا في عندنا فجوة يجب إنه من هلأ نشتغل عليها. وأظن هون برجع لنقطة إنه لن يتم تطبيق وتنفيذ الأوراق النقاشية إلا من خلال الشباب والمجتمع المدني، ولن تكون عن طريق الحكومة. طيب. لأن الحكومة هي تقف مانع في هذا الشيء. تفضل. طيب نعود هلا فيما يتعلق مجلس النواب كنت تتكلم. تفضل. لا كنت بدي أسأل عماد بس عن رأيه في الأوراق النقاشية الآن، كيف يعني باعتقادك كان جلالة الملك يحفزك كشاب إنك تستثمر في الأوراق النقاشية، تفهمها، تبدأ في يعني تفعيلها بطريقة ما؟ يعني بصراحة جلالة الملك في الحوار كان يعني حتى بالنسبة لما انطرحت فكرة أو انطرح موضوع الورقة النقاشية أو الأوراق النقاشية، هي بداية أوراق المفروض أنه هي تحفزنا لنبلش نحكي عن المواضيع الأساسية اللي هي ممكن تأثر علينا كناس وكمجتمع، بداية من سيادة القانون لغيره من النقاط اللي جلالته أصلا يعني تطرق لها في خلال الحوار معنا. وأنا بشوف أنه هي بتفتح لنا مجال أنه نبدأ بداية أنه نتساءل حول المواضيع الأساسية اللي إحنا بدنا إياها، نكون فكرنا الأساسي لحتى أنه يكون تدخلنا السياسي منطقي. طب كيف ممكن تكون فكر سياسي عندك؟ يعني ما هي السبل، ما هي الطرق، شو الإمكانيات؟ وهذا السؤال لإيفا كمان. هلا بداية جلالة الملك كان واضح إنه هو بده إيانا ندخل في كافة المجالات، يعني إنه ما نكون خايفين من الدخول بالأحزاب، ما يكون إحنا خايفين من الدخول حتى في الانتخابات، يكون إنه رقابتنا على النواب الموجودين في مجلس الأمة. هل أنت عندك خوف من الانضمام إلى حزب؟ أنا بصراحة مش مندم لحزب حاليا، بس طيب يعني هل لديك النية؟ هل تعتقد، هل أنت تشعر الآن إنه الأجواء مناسبة بأنك تنضم إلى حزب؟ هسا حسب، إذا وجدت حزب، أنا بالنسبة لي ما عندي مشكلة، بس إذا وجدت حزب أفكاره يعني على الأقل بتمثل الأفكار اللي عندي، منطقي في طرحه، فليش لا؟ إيفا هل بحثتي عن أحزاب مؤخرا؟ هل قرأتي عن أحزاب؟ هل حاورتي أحزاب؟ هل يعني حاولتي أن تحاوري أحزاب أو تستطلعي ما هو موجود في الساحة؟ بصراحة بالساحة السياسية استطلاع نعم، لكن أعتقد أنه التنشئة السياسية للشباب الأردني ليس بالمستوى المطلوب ليكون الشاب جاهز أنه يكون جزء من حزب. وبدنا نرجع على إنه قصدك الشباب الأردني غير مهيئ بعده، يعني أكيد يعني مش مهيئ. مش مهيئ طبعا. ونحن برضو إذا بدنا نرجع للسؤال اللي قبل، بعتقد إنه التعليم يعني هو الأساس لإدخال أهم المفاهيم السياسية بين الشباب. ونحن بقطاع التعليم العالي بالجامعات عم نحاول انه ندخل هاي المفاهيم بما فيها الدولة المدنية، المجتمع المدني، المواطنة الفعالة، تجاوز الانتماءات الضيقة. يعني بتحاولوا يعني تفهموها للشباب ولا بتحاولوا انتم تستوعبوها ولا بتحاولوا تطبقوها؟
يعني هلا انا موقفي من الشباب يعني له جزئين، لانه انا بدرس بالجامعه الالمانيه ماده intercultural communication و soft skills، فمن هدول خلينا نحكي كيف المهارات. كيف رؤيتك للشباب اللي بتدرسيهم بالجامعة الألمانية مثلا؟ هل تعتقدي أنهم عندهم الاستعداد والرغبة بأنهم ينضموا إلى أحزاب، أن يصبحوا فاعلين في الحياة السياسية، أن يشاركوا في بناء الوطن القادم؟ للأسف هل هناك تناغم ما بين رغبة جلالة الملك وما يحدث على أرض الواقع؟ للأسف في الغالبية العظمى الطلاب غير لا ينظرون إلى الحياة السياسية كإشي مهم، أو أنهم يكونوا جزء من حزب كإشي مهم للأسف. لكن من جديد، من لما بلشنا نطرح الأوراق النقاشية بين إيديهم، عم حتى نبلش نفرقهم من أول فصل لآخر الفصل. في تغيير، في فرق بتقدير قيمة أنه أنا مواطن فاعل إلي حق ولازم أمارس هذا الحق. طيب أخي وليد، يعني طلاب بالجامعات بيشوفوا رؤية جلالة الملك من خلال أوراق نقاشية، بيستمعوا لجلالة الملك من خلال لقاءاته مع الشباب بالأردن، بيشوفوا جلالة الملك بخطاباته الدولية في محافل الدولية من أرقى ما يمكن، وعم بيقدم صورة للأردن، صورة ناصعة من أجمل ما يمكن. برأيك أنه هل تعتقد أنه ما نشهده من تحركات من قبل جلالة الملك يتناغم ويتماهى مع ما يحدث على أرض الواقع، بحيث يعكس صورة مضيئة للشباب ومستقبل للشباب مختلف؟ طبعا ما الشباب بالعكس شايفين كل هاي الصور الجميلة اللي أنت تكلمت عنها فيما يتعلق برؤية جلالة الملك وخطاباته، لكن هو إلى حد ما يعلم أن العائق الوحيد هي الحكومة وسياسات الحكومة. لأنا كنت أتكلمها الشاب، أنت بتتكلم يعني هلأ تفضلت فيما يتعلق بالأحزاب، شو الحزب؟ أنا لما أكون حزبي أهم عنصر في الحزبي أن أكون قناعة عندي. أنا إذا كان ما كانش عندي قناعة كيف بصير حزبي؟ لا، يجب أن أكون عندي قناعة. طب أين ستتولد هذه القناعة؟ يجب أن أكون عندي قناعة أنه من خلال الحزب أني سأؤثر. يعني إذا أنا راح أدخل في شغلة مش راح يكون لي تأثير فيها، ليش بديها أدخل الحزب؟ ثاني إشي أكون مرتاح من ناحية أمنية، أنه الحزب ما يكون إشي بيخوف وغير ملاحق ودنيا. هل الأجواء هاي وفرت الحكومة؟ هلا هاي بتلاقيها أنت بالأوراق النقاشية موجودة، لكن عندك أنت عند المسؤول اللي تكلم عنه جلالة الملك مبارح نفس الشيء، إنه مشكلتنا مع المسؤول إلى حد ما إنه غير. فأنت في عندك جاب، في عندك فجوة حقيقية ما بين هاي الرؤى. طب برأيك ماذا كان يقصد جلالة الملك بالمسؤول؟ يعني من أي ناحية؟ يعني أنا بقول لك من أي زاوية مثلا؟ الاستثمار كان فيه هناك حتى بشديد، إنه أوكي هلا ما في شك إنه البلد فيها خير وفيها، بس قد يكون مسؤول واحد يعطل الاستثمارات بالمليارات يعني، وهذا إشي مؤلم. فإحنا إحنا إحنا يعني حان الوقت إنه يكون في عنا شبابنا واعي لهاي التحديات، واعي إنه ممكن المسؤول واحد يخرب رؤى كاملة، واعي إنه السياسات الحكومية لن يتم فيها التغيير إلا إذا شبابنا تغيروا. طيب. شوف أي إشي تتوقعه مش رح يصير لا ب 2018 ولا ب 2019. أنا بتخيل الخطوط كانت عريضة. طيب إذا جلالة الملك تحدث عن تغيير سيحصل خلال 3 سنوات، وسنتحدث عن هذا التغيير ولكن بعد هذا الفاصل. هو يأمل أن يصير إن شاء الله. نعود إليكم أعزائي المشاهدين في هذا الحوار مع مجموعة من الشباب اللي حضروا مع سيدنا بالجامعة الأردنية. نعود إلى قطاع الشباب، أين سيتم تحضير الشباب للمستقبل؟ هذا أهم سؤال. إذا كانت الجامعات ممنوع فيها العمل السياسي، وإذا كانت بالمدارس الشباب لسه بعدهم صغار، لسه مش ممكنين، لم يتم تمكينهم بخطاعات بالمجال السياسي وغيرها، طب متى؟ والأحزاب غير مناسبة، طب كيف سيتم بصراحة تفعيل قطاعات الشباب في العمل السياسي مستقبلا؟
ولبناء الدولة الأردنية برأيك؟ عماد، نأخذ عماد. أنا بصراحة بشوف إنه بداية هي المبادرات اللي بتكون منطلقة من الشباب، إنه الشباب بيقدروا يعلموا بعض. إذا تأكدنا إنه في عنا هالبذرة المنيحة، البذور الطيبة الموجودة، ممكن. بس كيف بدنا نكتشفهم هذول البذور الكويسة؟ شوف هسا في كتير يعني طرق، بس أول إشي بدك تفسح المجال لهم بكافة الطرق، إنه يا شباب اللي عنده فكرة، اللي عنده إشي، يطلعوا يحكيها ويحاول يعملها. هسا الجزء اللي حضراتكم حكيتوا عنه، اللي هو انه هل الشباب عم بيلاقوا دعم لهم في حال هم قرروا ياخذوا؟ تماما، هل في دعم للشباب؟ هسه هاي انا ما بشوف انه في عندنا كثير دعم للشباب. انا بشوف انه خطوه زي اللي كانت امبارح هي وكانها رساله من جلاله الملك لنا، انه يلا خذوا طاقه. هو حكى لنا انه هو حاب يتفائل فينا لانه بس يقعد مع الشباب بيعطوه طاقه. بس هو فعليا برضه اعطانا طاقه، حط في كل واحد فينا مولد صغير انه حاول امشي لقدام، جرب انه مش بس انا بدي اعلق على بعض الشباب اللي استهجنوا بعض من اسئلتي ببدايه البرنامج. لا انا اسئلتي واضحه جدا. انا كنت بقول انه لو انا كنت شفت جنب سلاله سيدنا من شمال ومن يمين صبيه شاب وشابه جالسين حوالين جنب، هذه الايمج اللي يتطلع لها جلاله الملك، اليس كذلك؟ يعني اليس كذلك انه جلاله الملك يتطلع انه يعطي الشباب؟ اما لما تلاقي انا شايف ان كلهم شباب اللي حواليه، بس انه من الطبيعي ان يستقبلوا رئيس الجامعه والعميد، ولم يكن هناك لا نواب رئيس ولا عمداء ولا طيب نواب عمداء. شو رايك؟ ولا اسال ايفا عن الموضوع، شو رايك اذا إيه؟ مثلا شو رايك إيه؟ لانه هون الدكتور بيشتغل بالجامعه الاردنيه. لا والله لا بيشتغل بالجامعه الاردنيه. طب اقول لك مش راح يقدر ينتقل. لو كان رئيس امريكي او رئيس فرنسي دخل، هل سيدخل لوحده الا يكون اثنين معه من قصر الاليزي؟ يعني من الطبيعي يكون شخص. انا بحكي الوقت لا تعليق كانوا... لن اعلق على هذا الموضوع. طيب، لانه بقدر ماشي. افرجيك فيديوهات وتتفرج عليها. طيب بنشوف. بتشوف رئيس وزراء كندا بالاندر جراوند مزبوط بمحطه القطار لوحده بيسلم على الناس. هذا لقاء رسمي يعني، خلينا نتكلم وعفوا. بس اما تلاقيه موجود لحاله في مقطع، هذا موضوع اخر. انا بتكلم انه من الصعب ما جدا. احنا بنتكلم اخي وليد عن كيف الشباب عم بيتم اقصائهم وابعادهم عن قطاعات كثيره بالدوله، شو رايك؟ هلا وجهتين النظر. ما تخافي ما تخافي، بالعكس شجعي. سيدنا معي وشد على ايدي وقال لي ما تخافوا علوا صوتكم. طيب اكيد مو خايفين، حان الوقت علي صوتي. يلا بس كل وجهه نظر لها يعني منطقيتها. دكتور انت عم تحكي عن الايمج. نعم ومعك حق. لما انا اشوف شابين وصبيتين جنب الملك، الايمج رح تكون شباب مختلفه صح، بس مختلفة. بنفس الوقت من وجهه النظر الاخرى الموضوع اظن بروتوكولي، زياره ملكيه رسميه للجامعه الاردنيه. طيب هل شعرتي بانه جلاله الملك حديثه كان بروتوكولي؟ ابدا، لكن ممتاز. بس الزياره يعني من بدايتها يعني كيف دخلنا وقعدنا ورتبوا كانت كل الترتيبات كانت رسميه، فشيء طبيعي انه يمشوا بكل باقي البروتوكولات. انا 100% فاهمه عليك ايش قصدك، بس يعني شو رايك اخي وليد؟ لا انا فعلا وبقناعه وما لها دخل، بالعكس انا من اكثر الناس اللي كان لي انتقادات في الحكومة وسياساتها وغيرها. وأنا الحمد لله درست في أمريكا ودرست في بريطانيا، ما في مرة إجا مسؤول حتى رئيس جامعة، إحنا ما في عنا ينطخه يمتكتن المخوة. إحنا بنشوف رؤساء دول عربية بيدخل معهم الجيش. أنا بتخيل إنه من الضروري يكون مع الملك سكرتير يأخذ الملاحظات ويبدي آراءه، والموجودين من الجامعة شخصين، الرئيس والعميد. هل أنت بتشوف رئيس الجامعة والعميد إشي جيش من الناس، ولا هل هي من اللباقة إنه على القليل اللي يستقبله طبعاً. إنه رئيس الجامعة؟ يعني أنا بس أنا معك بالتصور إنه لازم يكون مع الشباب، بس هو بالنهاية ما في حدا. طيب أقول لك هالشغلة، إحنا قد يكون بعض الدكاترة الملك يتكلم عليها عن العقلية القديمة بدهم يقعد، والملك أصر إنه يكون قاعد مع الشباب وفقط مع الطلاب، وبالعكس نجح. وبعدين حتى لو يكون هناك في قفزة، ما في يعني، بقول لك أنت كمان ما بتخدم الشغلة قدمة واحدة، يعني التدرج هذا إلى حد ما، القفزة هاي إن يكون حوالي جلالة الملك فقط شخصين من الجامعة الأردنية. أنا بصراحة قفزة نوعية. طب يعني دعونا نشاهد هذا الفيديو.
اليوم انا يعني طلعتوني من المكتب وعم بقعد مع الشباب، لما برجع على البيت اليوم مرتي رح تسالني ورح هي بتشوف من وجهي انه لما انا بناقش مع الشباب برتاح على مستقبل بلدي، لما نشتغل مع المسؤولين شيء ثاني. يعني جميل جميل، يعني كان احنا بنحب رئيس الوزراء يتحدث هيك بهي. لا رئيس الوزراء ما عنده المنطقه بصراحه بصراحه. وصراحة احنا ما يعني ما بنستغني، اللي ما له قديم ما له جديد، احنا ما بنستغني عن دكاترتنا وعن يعني احنا بنتشرف انه يكون رئيس الجامعة وعميد الكلية جنبنا، هم كمان شبابنا زينا زيهم يعني. طيب طيب شو رأيكم اليوم بخطاب جلالة الملك، خطاب الخطاب اللي هو خطاب عامة الشعب؟ يعني جلالة الملك كان اليوم يحكي بلسان حال المواطن الأردني، أليس كذلك؟ شو رأيك عماد؟ أنا بصراحة بتفق معك بهي النقطة، وهي النقطة اللي أصلاً لما روحت من اللقاء وقعدت مع أهلي إنه حكيت لهم لما إحنا جلسنا مع جلالة الملك وحكينا، إحنا حسنا عن جد إنه واحد منهم بلسان الحال، الواحد لما يجي يحكي عن المسؤولين أو يحكي عن سيادة القانون أو كان يحمل هم المواطن اليوم، بيحكي بنفس الأسلوب تبعنا، بيحكي بنفس الطريقة بنفس التعابير، حتى بمستوى المعلومات اللي إحنا بنعرفها والأشياء اللي إحنا بنعرفها، اللي هو برضو فرجانا إنه أنا بعرف إنه هاي الأمور مثلا عم بتصير، او انا بعرف انه انتم في قدامكم كثير صعوبات. يعني هو كان واضح معنا في الحوار، وكان بصراحه اسلوب حواره زي اسلوب حوارنا، يعني ما بين انه هو زي دكتور عم بيعطينا محاضره او كان حدا يعني عم بيعطينا اوامر، بالعكس هو كان حوار فعلي يعني. ف كان بالنسبه طيب شراء اجى على الجامعه جاب جيش معه وما قعد مع الطلاب، يعني هي سيدنا قعد مع الطلاب زي ما تقولوا عبساط احمد. يعني انا بعطيك اياها كمثال، أقول لك والدربكت الدنيا، يعني إحنا ما بنعرف كيف سيدنا إجى على الجامعة وكيف طلع بسلاسة بصراحة يعني. طيب وإنت بتعرفني يا دكتور هاي الشغلة ما فيها طيب أنا خلصنا الموضوع هذا. لا بس أنا بقول لك إنه 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 حتى أنا بدي أرجع للنقطة، الفجوة ما بين الخطابات جلالة الملك ورؤيته ما بين سياسات الحكومة. يعني مثلا كان مثلا الملقي كانوا يتكلموا كثير عن حرس والهالة والدنيا، وهي مش موجودة مثلا، يعني مثل شفناه مثل امبارح الأريحية اللي كانت ما بنلاقيها حتى طيب. الوزير جلالة الملك تحدث عن الأحزاب بشكل واضح، قال أنه الأحزاب لا تملك قواعد شعبية، أيضا تحدث أنه الأحزاب لا تمثل كافة أطياف المجتمع الأردني، كان يريد أن يساهم الشباب أكثر في الأحزاب. بس النقطة هاي بعجالة إيفا، هل تعتقدي أنه حان الوقت فعلا للشباب الأردني أن يساهموا في بناء الأحزاب الأردنية؟ 100% الأحزاب من خلال نشأتها المفروض يكون في فكر أو نعم. على القليلة متفقين على فكرة واحدة، وذكر هذا الكلام جلالة الملك عم بيحكي أنه أنا عم بقعد مع كتل بالكتلة نفسها مش متفقين. نعم تحدث عن الكتل البرلمانية وبانزعاج كبير جدا صراحة. نعم طيب شو التقطتوا أنتم كشباب من هذا الكلام، من كلام سيدنا بما يخص الكتل البرلمانية والأحزاب؟ ما هي الرسالة اللي وصل لك إياها جلالة سيدنا؟ شوف هسا واحدة من الأمور اللي كانت واضحة أنه جلالة الملك بده تغيير في هذا في هذا المجال، وهو يعني الأسلوب القديم في إدارة الأمور، يعني هو حكى أنه في أمور كثير لازم تتغير، وهو بشوف برضه انه بالشباب انه هم اكثر ناس بيرفضوا الواقع وبيحاولوا انهم يغيروا، يعني هم يعني اقرب الناس من انهم يعني يتقلدوا فكر جديد او ياخذوا الافكار الجديده للامام، وهذا الشيء اللي كان واضح من 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 حوار جلالة الملك معنا يعني بكافه النقاط. هلا برضه هو اللي بده اياه انه نكون مساهمين من ناحيه حتى من حراكنا كسياسه، انه نضغط على النواب الموجودين حاليا، حكى لك اذا فينا اذا مش راضين عن الاداء علوا صوتكم، انه بيحكي انا ما بقدر اكون الشخص اللي بحكي لحالي، انتم لازم تطلعوا وتحكوا. كان في جزء عتاب وبنفس الوقت جزء بيشجعنا فيه على انه نحكي هذا الشيء. طيب تفضلي. موضوع اللامركزيه جلالة الملك ركز عليه كمان، وحكى انه هو بداية ل يعني تحفيز قيام الأحزاب في الأردن. نعم طيب نعود إلى هذا، نشاهد الفيديو الأخير معنا من لقاء سيدنا.
الإصلاح الإداري مهم جدا. نحن لازم نقوي ونحمي الطبقة الوسطى، نحمي الفقرة، نقوي ونشجع ونكبر الطبقة الوسطى. إذا بنرجع للإصلاح السياسي، أي دولة اللي عندها بنية تحتية قوية كبيرة بالنسبة للطبقة الوسطى، الإصلاح السياسي راح يكون أسرع وأفضل. الأردنيين نحن بنشتغل غير عن باقي الدول. إذا في واحد مش على مستوى، طيب بنخليه 6 أشهر ولما بدنا نغير بنغير الكل. لا، لأنه في تأثير على الوضع على الأرض. إذا وزير أو مسؤول مش على مستوى، روحوا اليوم. إذا جلالة الملك تحدث عن الإصلاح السياسي وطرح والإداري وطرح أفكار مهمة جدا. برأيك كيف نبدأ في العمل لمساعدة سيدنا بهذا الموضوع؟ يعني أنا بتوقع، شوف أنا بحكي المقدمة اللي بلش فيها جلالة الملك، حديثه مهم. شوف الأرقام إلى حد ما غير مطمئنة دكتور. يا شوف الإصلاح هلا مش رفاهية، هلا لابد من في تحديات وفي أرقام، وفي عندك الاقتصاد وفي عندك وضع المالي وفي عندك الطبقة الوسطى الأشارة إلى جلالة الملك. والطبقة الوسطى ليس فقط من منحنى مادي، برضو الطبقة المثقفة، يعني هاي برضو في عليها خوف. فإحنا إلى حد ما لازم نحمي هاي الطبقة، وهي مثل قريبة من نظرية المودرنيزيشن أو الحداثة. أنت لازم يكون في عندك طبقة متوسطة قوية حتى تعمل سوشيال ترانسفورميشن، اللي هي الحد تغير في 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 العقلية والاجتماعية. هذه في عليها خوف. هلا كيف راح تصير هاي الشغلة؟ أنا اللي عم بشوفه إنه طبعا يجب أن نكون متفائلين، بس راح تكون مبنية على الشباب. إنه جلالة الملك أشار في أكثر من مناسبة إنه في تحديات من الداخل، إنه حتى فيما يتعلق بالمسؤولين. طيب، وهي الشغلات تتعلق مش بالسياسات بقدر بالمنتاليتي. يعني قد يكون عندنا سياسات مشابهة للدول الديمقراطية في العالم كسياسات وكقوانين، لكن عندك العقلية عندنا مختلفة، وبالتالي أنت مشكلتك مش بالقوانين. يعني أنا ممكن هلأ أطلع أفضل قانون استثمار، لكن إذا العقلية تبعتي إلى حد ما غير منسجمة مع هذه القانون راح تكون، وهذه هي اللي بتصير. إحنا صار عندنا بنايات جميلة، وعندنا إلى حد ما سيارات بتجنن، وعندنا عمان حضرية وبتجنن، لكن وعندنا شهادات عالية، لكن الشهادات للأسف في الحالة الأردنية مش عم تتغير من العقلية. يعني أنت بصير في عندك بروفيسور، وأشار إلى جلالة الملك، بيطلع برا ما شاء الله عليه بالجامعات، بخطب الخطابات وبيجيب لك الزباله من الارض وبحطها مش عارف بالسله، وبصير لما يجي عندهم بالمطار العقليه تبعته بصير عشائريه وبيرجع لك وبيجعص وبيبلش بالفساد. فانا هي 100% هذا اللي عم بيصير عندنا. وين هم رجالنا اليوم فيما يتعلق بهاي الشغلات؟ بالتالي اذا بده يصير في عندك نهضه، واذا بصير في عندك رؤيه، واذا بصير عندك تنميه، ما تتوقع، انا بالنسبه لي لن تحدث قبل 5 سنوات، بس من الضروري من بكرة مش من بعد بكرة نبلش بهاي العملية، ولازم الشباب. مشان هيك أنا بشوف لما حكى ما بقدر أساعدكم إلا إذا ساعدتوني. يعني وعلى فكرة أشار إلى في مكتب مبادرات حكى فيه أو إشي في الديوان الملكي، على طول بلشوا فيه. وأنا اليوم حكوا معي بعض الطلاب إنه الديوان الملكي اليوم حكوا معهم، يعني سرعة الاستجابة لطلباتهم فيما يتعلق بهذه الأمور. يعني أنا إن شاء الله بتمنى خير، بتمنى إنه الحكومة ما تبالغ بالخوف. خلص حان الوقت إنه يصير في هناك عقلية جديدة براغماتية سريعة ضخ دم الشباب الأردني. عندنا شباب زكرت، مش معقول ابن الوزير يجي وزير، مش معقول ابن رئيس وزراء بضل ضروري انه يجي رئيس وزراء. في عندنا الناس منتميين. وبعدين غير هيك، يعني احنا ليش كل شخص لازم يطلع هو مليونير من وظيفته؟ ليش كل شخص لازم يكافئ ب10 اراضي درمات اراضي؟ لا يا سيدي، انا بدي اخدم وطني وما بدي اشي، وبدي ارجع على بيتي حتى لو بانه بيتي اجار. أحسنت. لماذا احنا دائما أحسنت. كل مسؤول لازم يطلع لازم يا عمي احنا دابوق واحد، وكمان دابوق في عندنا، خلص دابوق ما فيها ولا واحد من رجال الاعمال، كل واحد خدم البلد اخذ قطعه من دابوق. هذا ما بيصير اصلا. الارقام والمتغيرات اللي عم بتصير والتحديات لن تسمح انه كل واحد بده يعمل له شغله يجي يبتز الوطن، وانا بدي هيك وانا بدي هيك. هذه هو هذه العقليه اللي بتكلم عنها جلاله الملك. عندنا موارد محدوده مزبوط، لكن عندنا كفاءات وعندنا انتماء. وجلاله الملك اشار انه احنا كل ما نوقف مع الوطن اول ما يقول اي احنا بنيجي نوقف معه.
تبعه. لكن هذا لا يكفي كمان. انت في عندك الشباب الطموح اللي للاسف اليوم تلاقيه ممكن بيعمل بدخل بالجرائم ومن الدنيا ومش عارف ايش، هذا لم يستغل. ليه؟ لانه انت عندك كمان شخص فعلا قابع وعقليته الى حد ما رجعيه، مع انه بتلاقيه ماخذ بروفيسور او عنده دكتوره من احسن الشهادات، بس بهالبلد هذا مش عم يخدمها. ليش احنا عندنا هذا الانفصام بالشخصيه؟ هاي الشغله فعلا عم تؤلمنا. هلا اذا الشباب ما وعوا هاي النقطه والمنتاليتي تبعتهم العقليه تبعتهم ما تحركت ان البلد بده وقفه رجال، وبكفي نضل نحكي نشامه ما نشامه، لانه احنا كمان ان نشامه لازم يكون انت على قد الستاندرز تبعتك. فحان الوقت يا دكتور احنا فعلا، انا شفت السلسل حتى اللي بدأ بجلاله الملك، بلشوا بالوضع الاقليمي وبلش انه ما بحك ظهرك الا نفسك، وبلش انه يتكلم انه المتغيرات، وبطلنا نعرف الصديق من العدو، وكل يوم السياسات الخارجيه عم تتغير. فبالتالي ما في عندنا غير الهاشميين وتماسك الجبهه الداخليه، ويجب انه احنا نغير نظرتنا ناحيه الشباب. طيب. احنا يا دكتور معلش اخر نقطه، رؤساء ووزراء ودول بالثلاثينات وبدايه الاربعينات زي ما تفضل عم بيحكوا مدور العالم، احنا في عندنا اقول لك مثل كيوهان غير مفهوم السياسه في النيوروليزم عمره 22 سنه، احنا شباب طاقات عم بيصيروا ال 40 سنه يا دوب يكون خايف انه ياخذ عمليه يتخذ قرار. لايمتى؟ طيب شو رايك عماد باللي حكاه الدكتور وليد؟ انا بصراحه بتفق معه بكل النقاط اللي حكاها، من ناحيه انه احنا وصلنا لمرحله انه احنا عم نتعامل مع كل الاشياء اللي صارت بالسابق، مع كل المشاكل اللي صارت بالسابق اللي احنا برضه ورثنا جزء كبير منها، وبنفس الوقت احنا مشاركتنا في بكافه الاصعده كانت ولحد الان هي كثير محدده، والتحديات اللي بتواجهنا هي تحديات كبيره من ناحية اقتصاديه، من ناحية اجتماعيه، من ناحية حتى ثقافيه، القدره حتى على التعلم، المشاكل اللي عم بتصير بحاجه لانه احنا بما انه عندنا طاقات، وفعليا احنا في طلع على دول الخليج كم من فيها مثلا اردني بيشتغل في الخارج، كم من في ناس عندنا عن جد عندهم قدرات انهم يجوا يعطوا البلد، بس ما عم بيلاقوا الطريق قدامهم لانهم يعطوا البلد. احنا بحاجه بهاي المرحله بالذات انه تنعطى قدره للشباب انه انتم عندكم افكار وانتم لسه جداد. مطالباتك اعطيني مطالبات حقيقيه واضحه جدا لقطاعات الشباب برايك. يعني صراحه اول شيء انه يكون صوتهم مسموع، يكون لهم القدره على انهم يشاركوا بكافه المعتركات سواء كانت سياسيه سواء كانت ثقافيه، بدعم البحث العلمي. عندنا كثير علماء عم بيطلعوا بيهاجروا لبرا لانه ما عندهم القدرات على هذا الشيء، هذا جانب برضه بولد عند الشباب نوع من الاحباط مو طبيعي. القدره على انه الشاب اذا عنده فكره او عنده مشروع استثماري ما يواجه 100,000 مشكله عشان يقدر ينفذ مشروعه، انه ما يلاقي 100,000 مشكله عشان يقدر يمول مشروعه. في المقابل اذا كان واحد مثلا متنفذ او عنده سلطات بتلاقي المصاري موجوده عنده من قبل ما يفكر في المشروع، بيحكوا له هاي المصاري وفكر في مشروع. فأنت تعتقد أنه المحسوبية وقطاع المحسوبية قطاع كبير جدا بالأردن؟ طبعا هسا الفساد بشكل عام، وحتى جلالة الملك حكى أنه في عنا إحنا فساد في الأردن. هسا في جانب لازم يكون عنا وعي لكيفية التبليغ عن هل الفساد. تشعر بأن الفساد يقع الآن عائق ما بينك وبين التقدم قطاعك يعني كشاب؟ طبعا. كشاب طبعا على الكل يعني لما يكون في فرص متاحه للجميع ولكن بياخذوها بعض من الناس. طيب باخر دقيقه اهم رساله التقطها من سيدنا امس بصراحه انه لسه فينا خير وانه في كلمتنا ممكن تكون مسموعه وانه احنا ممكن نعمل شيء، يعني مجرد انه الواحد يلاقي حدا مؤمن فيه ويكون قائد بلده هو الشخص اللي مؤمن فيه وهو اللي بحكي له انه يلا بتقدر تكمل هذا شيء رائع. ممتاز ممتاز. إيفا شو رايك؟ تعليقا على الدكتور وليد وعماد. رح أحاول يعني أركز على اللي بين إيدينا. يعني إذا بدنا نحكي أحزاب صراحة رح يكون نوع من الخيال لأنه بده سنين لقدام. اللي بين إيدينا هلأ انتخابات تقدر تروح تصوت وتوصل للبرلمان الصوت اللي أنت بتشوفه كفوق، وجوه البرلمان لما يكون في كل هاي الكفاءات وتقدر تعمل التكتلات اللي ذكرها جلالة الملك سهل انه نطلع الخطوة الثانية. فالخطوة الاولى انا بقول اللي بين ايدين الشباب مبدئيا متاحة للجميع، هي فرصة ادلاء الاصوات في طب انت كامرأة كفتاة تشعري، هل تشعري بانه هناك كمان يعني دبل اكشن عليك يعني كونك شابة وامرأة، هل تشعر ان هناك مشكلة اضافية بصراحة بالبلد؟
يعني هل تشعري أنه هذا أحد يعني أنواع العجز اللي ممكن يصيب الفتاة بالأردن؟ بالنسبة إلي أبدا لا، ما شعرتي هيك؟ أبدا لا. ممتاز ممتاز. دكتور بآخر دقيقة نسمع رأيك. يعني أنه حان الوقت، الأردن يعني بيستحق أكثر من هيك، إن كانوا مسؤولين وإن كان شبابنا. الأردن تعب علينا، إحنا لازم نعطيه إشي بصراحة لهذا الوطن بمر في 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 منعطفات خطرة. يعني حان الوقت إنه نأخذ مسؤولياتنا، حان الوقت يضخوا الدماء الجديدة. يعني أنا عاد ما بدي أمدح حالي، اللي عملت التعاضد اللي هي منتدى ثقافي أكثر من كثير من الأحزاب. دكتور اذكر لي أسماء ثلاث أربع أحزاب الناس ما بتعرفها دكتور. ليه؟ لأنه إحنا عندنا الأحزاب زعمات. احنا عنا يعني شغله هاي العشيره حلوه ومهمه وستبقى، وبالعكس الرسول صلى الله عليه وسلم حكى انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، بس برضه حكى لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها. احنا مش عارفين نستثمر شوي العشيره، فاحنا الى حد ما يجب ان نطلع من عمق الجزازه. الخليج دكتور اخوان وعزائنا كنا نساعدهم انه ينهضوا، الان سبقونا. يعني حتى المنتلتي تبعتهم اتفوقت علينا. وين هالدكتوراه هاي؟ وين هالشهادات اللي عندنا؟ ليه مش عم نضقها هون؟ فبالتالي يجب اصلا هلا، وهي برجع بعيدها، انه حسب الارقام والمعطيات والعولمه، وخاصه شبابنا اليوم بنغل نغل، هالالاف اللي بتنغل هاي وين بدها تروح اذا ما عرفت تستثمرهم؟ اقول لك شو بدهم الشباب ما بدهم بس، وهي تركيز الحكومه هي للاسف لليوم عقليتها، ما بدي احكي مع احترام الشديد جدا، رجعيه بفكروا التنميه لا عداله اجتماعيه. انا اذا الى حد ما كطالب بدي اعرف انه كلنا متساويين فيما يتعلق بالمنافسه، انا مستعد اصبر مع البلد. مش عيب انه ابوي يكون فقير، بالعكس انا ممكن اوقف مع ابوي واساعده طالما هناك في عداله. احنا الى حد ما التنميه بعدين بتيجي. طيب بعدين يا دكتور احنا ما بهمنا المليار او غير مليار، طول ما عندك في حد ما في نوع من الفساد وغيره، وعندك هالغربال باخذ كلياته ما بنستفيد. اخي وليد دكتور وليد نعم. هي بدايه صناعه التنميه نعم. واللي حكاه سيدنا بخط واحد ساعدوني مشان اقدر اساعدكم، ومشكور يا دكتور. صناعه الانسان هي بدايه صناعه التنميه. اشكرك دكتور وليد، واشكرك ايفا حداد وعماد القرعان، اشكركم على هذه المشاركه، واشكر كل من ساهم من الساده المشاهدين من خلال الفيسبوك وشاهد هذه الحلقه. ونبارك لسيدنا بعيد ميلاده، ونقول له الله يعطيك ألف صحة وعافية ويطول بعمرك، وكل المحبة مني أنا رائد قاقيش، وإلى اللقاء. أشكركم.